قامت قناة صلاح الدين بتغطية ميدانية لطريق صلاح الدين بغداد، ورصدت حالة الاندثار والتآكل الحاصل فيه خصوصا من منطقة النباع وحتى المدخل الشمالي للعاصمة. وتكفل النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد إطلاق مبادرة لتأهيله بالاشتراك مع الميسورين. الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي. الطريق العام يعد من الطرق التجارية والاستراتيجية المهمة، فهو يربط بغداد بالمحافظات الشمالية، لكن منذ سنوات والإهمال يرافقه من دون حلول تذكار، حتى أصبح غير ملائم للمرور لكثرة المطبات والحفريات التي كانت وما زالت سببا بإزهاق أرواح عشرات المواطنين بسبب الحوادث المرورية. أنا اليوم كمواطن من محافظة صلاح الدين أعاني خلال ذهابي إلى بغداد من هذا الطريق اللي يربط بين صلاح الدين وبغداد بسبب التخسفات والتكسرات التي تحدث فيه، وكذلك توجد حوادث كثيرة في هذا الطريق بسبب هذه المطبات. أناشد الحكومة المركزية والمحلية بالالتفات على المواطنين وتصليح هذا الشارع وهذه المطبات. وهذا الطريق من الطرق المهمة التي يمر عليها كثير من الناس، من ضمنها التجار وكذلك الزوار الذين يمرون إلى محافظة إلى سامراء، فهو يعتبر من الطرق المهمة الحيوية. فأني من أروح البغداد، أنا واحد من الناس إذا أروح البغداد أعاني من هذا الطريق بسبب التخسفات وكذلك الحفر الموجودة في هذا الطريق. أنا بكان ما أحتاج لي 3/4 ساعة أوصل بغداد، في هذه الحفر يمكن أحتاج ساعة ونص أو ساعتين لكي أوصل إلى بغداد. فهذا يعني إهمال من قبل الحكومة، نرجو من الحكومة الالتفات إلى هذا الموضوع. ليطلق النائب عن محافظة صلاح الدين الدكتور أحمد الجبوري أبو مازن مبادرة وطنية مع ميسوري الحالة بتكفله صيانة الطريق العام من منطقة النباع جنوب قضاء دجيلة وصولا إلى التاجي، داعيا الجهات الحكومية بتسهيل كافة الإجراءات أمام هذه المبادرة التي ستنهي من معاناة المواطنين المارين عبر هذا الطريق. اليوم بعد انه احنا ناشدنا الوزارة والدولة، انا وكثير من الاخوة النواب والمواطنين والحكومات المحلية لتصليح هذه الاضرار، قمنا بمبادرة تبرعات من اصدقائنا ميسوري الحال وكذلك تبرعات من اصحاب معامل الاسفلت ومعامل الكونكريت، حتى نقوم بصيانة هذا الشارع من مفرق النباعي الى سجن الحوت. كل المطبات الموجودة إن شاء الله راح يتم إلى صيانة وفق المواصفات الفنية اللي تعمل بها الطرق والجسور، راح يكون أكو تنسيق إن شاء الله، ونتمنى أنه يدعمون الحكومة المحلية لمحافظة بغداد وكذلك صلاح الدين وخصوصا دائرة الطرق والجسور حتى تكون الأعمال وفق المواصفات الفنية اللي هي موجودة الآن في الطرق والجسور. إن شاء الله العمل راح يقوم من بعد غد او غدا، وراح نشوف راح يشوفون الشارع، واتمنى تعرضوه قبل وبعد. هذا الطريق الدولي اصبح يشكل خطرا لسالكيه، فضلا عن الاختناقات المروريه التي تسببها المطبات، مما يتطلب التفاته حكوميه لانهاء هذه المعاناه. لقناه صلاح الدين الفضائيه فضل الانصاري، قضاء دجيل.